بنتمشى تحت كوبري الحدائق. برضو محدش من سكان الحدائق يعرف موضوع ان في تحت كوبري الحدائق طريق، ده لو انت خارج من محطة مترو كوبري القبة وفي اتجاه سكة الويلي، فانت بتمشي تحت الكوبري عشان ترى لما تمشي في الطرق اللي هي الخارجية دي. ده القبة اللي سميت عليها القبة، مش عارف قبة يعني حاجة مملوكي تقريبا او حاجة زي كده. المكان ده على فكرة حافل بالتاريخ، يعني معركة الفرنساويين كانت في المطرية اللي هي قدام، وكانت قريبة من هنا برضو معركة الحملة الفرنسية وكليبر والقوات العثمانية. ده كان بعد موضوع كان اتفاقية ما بينهم واتنقضت للأسف. فبرضو يعني حتة تاريخ كده برضو. أنا ماشي تحت الكوبري بقى، يعني منظر بصراحة حلو بصراحة، يعني ما من القلائل اللي أنا بعملها. الراجل بتاع بلالين والنخيل والأشجار بتدي منظر حلو على الميدان على فكرة، والقبة اللي اتسمت عليها بقى كوبري القبة وحمامات القبة وحدائق القبة وسرايا القبة، هي دي القبة يا جماعة، جامع القبة. ليه تاريخ والله برضو ممكن أكتبه في بطاقة الوصف برضو، أعمل عليه سيرش لأن أنا نسيه بصراحة. أنا بصراحة إيه قلت وأنا بتمشى إيه الحتة اللي تحت الكوبري دي تبقى إيه شكلها حلو بصراحة، خصوصا بقى لما تشتغل الإضاءات والكلام ده بيبقى شكلها حلو. فأنا أقول لكم صباح الخير من ميدان الحدائق. النخيل برضو حلو، الشغل النخيل حلو، ده قصر القبة طبعا، حلو ده ميدان الحدائق، فالدنيا كويسة برضو.